وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة نيسات رئيسا ومديرين وعاملين وخداما يهنئان نيافة الحبر الجليل الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير العذراء السريان بوادي النطرون بالعيد 41 على رسامته أسقفا. نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران كرسي شبرا الخيمة وتوابعها بالعيد 41 على رسامته أسقفا. نيافة الحبر الجليل الأنبا جبريل أسقف كرسي النمسا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس النمسا بالعيد 19 على رسامته أسقفا. ندعو الله أن يديم رئاسة كهنوتهم سنين طويلة وأزمنة سلامية هادئة مديدة.